أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن عملة تيرا لونا كلاسيك، وراح أحذر هالمرة بهذا الفيديو راح أحذر المستثمرين من هاي العملة. قبل ما نبلش بالفيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. باقي 400 مشترك أصدقائي لنوصل إلى 5000 مشترك. إذا كل شخص عم يشوف هذا الفيديو ضغط على زر الاشتراك ممكن تساعدوني أوصل لل 5000 مشترك، وهذا شيء كبير بالنسبة لي. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي بالأمس تكلمنا عن عملة تيرا لونا كلاسيك، كانت بسعر 0.3 أصفار 2 تقريبا. طبعا إلى حد الآن عندي مربح تقريبا 45%. وصلت إلى المقاومة اللي رسمناها أمامكم بالأمس على الفيديو، رسمنا أمامكم مقاومة على 29، إن هاي المقاومة صعب جدا كسرها. هاي المقاومة هي مقاومة شمعة الانطلاق. طبعا حاليا عند المقاومة فشلنا بكسر المقاومة والثبات أعلى المقاومة، ما في عندي إغلاق شمعة 4 ساعات أو 1 day أعلى هاي المقاومة، لهيك حاليا نحن عم نداول أسفل المقاومة. طبعا تداول أسفل هاي المقاومة أصدقائي خطير جدا، وعندي احتماليات كبيرة جدا بالهبوط. طبعا احتماليات مو بس أكيدة أو مو بس تحليل أو توقع، هذا احتمال مؤكد. طبعا أصدقائي التصحيح الأول رح يصير لعملة تيرا لونا كلاسيك إلى منطقة 22. طبعا من الصعب الارتداد بين هاي المناطق أصدقائي، لأن دعم يعني نوعا ما ضعيف جدا، تم اختراقه بسهولة، لهيك هذا الترند رح يكون ترند أو دعم ضعيف جدا. الدعم الأقوى رح يكون على منطقة 16.5 إلى منطقة 16. لهيك أنا إذا بدي أشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك باخذ 10% من رأس المال أصدقائي، قسم رأس المال، ال10% من رأس المال بقسمها. طبعا ال10% بدخل 2% عند منطقة ال 22 تحسبا للارتداد. طب إذا نزلت لمنطقة ال 16 بشتري منطقة ال 16 بقيمة 5% من رأس المال. هيك أنا بيتم عندي 3% من رأس المال أو 2% من رأس المال، طبعا بشتريها عند منطقة ال 14. هاي الدعومة مهمة جدا أصدقائي لعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا لا تكون ضحية الفومو، لا تشتري بهاي المناطق، لا تقول العملة رايحة للواحد سنت، لأن هاي صعب جدا يصير خلال هاي الأيام، خاصة وضع البيتكوين حاليا مترنح جدا. حتى إذا ارتفع البيتكوين ممكن العملة تنخفض. وصلنا مقاومة خطيرة جدا أصدقائي، ارتفاع تقريبا 2x خلال الأيام قليلة، فهذا الأمر خطير جدا. مربحنا نحن الأشخاص اللي اشترينا من داخل المثلث، مربحنا إلى حد الآن 2x. الأشخاص اللي اشتروا بالأمس لما نزلنا الفيديو لحد الآن مربحهم تقريبا 40 أو 45%. حاليا بدعو جميع الأشخاص يطلعوا من عملة تيرا لونا كلاسيك. نحن مضاربين أصدقائي، مالنا مستثمرين، ما بنستثمر على المدى بعيد بهيك عملات، عملات خطيرة للاستثمار، مشاريع غير قوية، مشاريع من قبل تعرضت للاختراق، تعرضنا للإفلاس بسببها، لكن ما بنستثمر بهيك عملات. نحن بنضارب هيك عملات فوليوم عالي، زخم عالي. طبعا ترند هاي العملة صايرة ترند على تويتر، مجتمع كبير، لهيك أصدقائي ممكن شوف ارتفاعات بهاي العملة، لكن مستخدم هاي العملة للمضاربة. أنا ما بستخدم هاي العملة للتخزين، وما بخزن من هاي العملة، وحتى عملة تيرا لونا العادية أو تيرا لونا 2.0 ما بخزن منهم نهائي، بخزن من عملة شيبا إينو. هلا حاليا متجه للتخزين بعملة تي آر بي أصدقائي. هاي العملة تكلمنا بالفيديوهات السابقة، ما رح نرجع نعيد الكلام، تكلمنا إنه هاي العملة عدد قطع 2 مليون قطعة، وبصير عليها بمبات كبيرة. وطبعا انا من مخزنين لعملة الويفاز، عملة الوفز او الويفاز اليوم عملت بمب تقريبا 10% ورجعت نزلت مرة ثانية. انا مخزن هاي العملة اصدقائي، عندي احتمالية ارتداد لمناطق $6 و$7. نقطة اخيرة اصدقائي، ليش عم بقولكم نخرج حاليا من عملة تيرا لونا كلاسيك؟ طبعا الماركت كاب اصدقائي ارتفع بنسبة 50%، الفوليوم مرتفع بنسبة 250% اصدقائي. طبعا هذا امر خطير جدا، الاشخاص اللي مشتروا بالقاع راح يقوموا بجمع ارباحهم بالوقت الحالي. لهيك لا تكون ضحية الفومو، انت ما خرجت، ما خرجت ارباحك، غيرك راح يخرج ارباحه، وراح تندم انت على انتظارك الطويل للعملة. يعني انت حاليا عندك مربح 2x او حتى 50% من رأس المال، اخرج وانتظر الدعوم واشتري عند الدعوم، ولا تشتري مرة واحدة او ما تشتري دفعة واحدة، قسم رأس مالك على الدعوم الثلاثة اللي انا شرحتهم. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.